Let's enjoy this happy day. عيد مبارك now let's celebrate. عيد سعيد. Let's enjoy this. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وألف ألف مبروك للجميع بمناسبة عيد الفطر المباركة عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. أمامة مبارك العيد. أهلا محمد، كل عام أنت بخير وكل عام مشاهدينا الكرام بألف خير. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. مرحبين بكم في هذه الحلقة من برنامج استديو العيد المخصصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا استديو العيد في فقرات هذه السنة كيف كل سنة متنوعة، فيها الثقافي وفيها الأدبي وفيها الفني إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في المفاجأة وجد دائما المرابطون تحاول أن تصنع محتوى متمايز يجمع بين الفني والأدبي وغيره. بهذه المناسبة في هذه الفقرة الأولى من برنامج استديو العيد نرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ والمسرحي بونا والمويدة، كما نرحب بالنجم المعروف نجم الشاشات خلال شهر رمضان وخلال كل موسم، النجم المعروف اللي غني عن التعريف، أنا ما قلت عمر أستاذ عمر. شكرا على تلبية الدعوة ومبارك العيد ونجونا الدور لا معكم ليتحق ما طيتوها معنا أيضا المنشد عمر الحمادي بالمنشد. كل عام أنتم بخير كاملين والحمادي يتكون سعيد إن شاء الله. اللي شرفنا ذاته هذه الحلقة الفقرة الأولى من حلقتنا إن شاء الله تعود متنوعة إن شاء الله. عمر عود جايب لنا شيء من الجيونة، ما هو ذاك اللي أصلا يجيب لنا. هنا بدؤوا معكم أستاذ بونا، دراما رمضان اللي اشتغلتوا عليها خلال السنوات الأخيرة كانت مميزة وكان عندها جمهور واسع. شنو هو الفرق بينها هي ودراما هذه السنة ومن جد على مستوى الموضوعات وعلى مستوى الإعداد الفني لهذه الدراما؟ بداية عيد سعيد لكم ولكل الموريتانيين والمشاهدين ومشاهدي قناة المرابطون قناة المحترمة الراشدة. بخصوص سؤالكم، احنا للسنة لأول مرة نشتغل مع قناة المرابطون وانتهز الفرصة حقيقة، بما اني كنت متوالي يعني الجهة المنتجة للعمل دار عمر مسلسل دار عمر، لاني نشكر قناة المرابطون بس من زملائي اللي كانوا يشتغلوا معايا في إدارة الانتاج ذاك العمل، نشكرهم اولا على طيبة على التعامل الراقي جدا، واحنا طبعا في أمة تحتاج دائما للمعاملات تعود محكومة بالرقي يعني بالتواد وبالتراحم اللي بالتأكيد شفناه في تعاملنا مع القيمين على قناة المرابطون. لذلك أجدد التحية والتقدير باسم زملائي اللي هم في القناة لأنهم فتحوا لنا الباب واسع وآمنوا، وإذا ما هو كل حد مؤمن به آمنوا أن المنتج الموريتاني يحق له أن يظهر على قنواتنا على الأقل، وعلى أن المنتج الموريتاني وعلى أن هذه المبدعين وهذا الفنانين وهذا الناس اللي يصغروا ويتعبوا الحقيقة يستحقوا عن منتجهم ينشر. لذلك شكرا لقناة المرابطون مرة أخرى. بخصوص عملنا دار أعمار، كما قلت لك هذه أول مرة منتجوا لقناة المرابطون. طبعا أخذنا بعين الاعتبار كونها قناة راشدة يقتضي منا شيء ما، على ان المنتج اللي نعدو احنا مولي عنه يكون منتج راشد، منتج محترم يخاطب جمهور محترم يعني ويحترم الضوابط الاخلاقيه ويحترم مجتمع موريتاني معروف لكن معروف به بعض من التسامح وغيره. كيف كانت في صعوبات كبيره
فنيا وانتاج بالتاكيد فهم صعوبات كبيره تعترض الناس قاعد كامل مشتغله في المجال لان نقبلوا لا جزئيه ان العمل قناه ما تشتري من عندك نهارين 15 يوم سابقه رمضان هذه مثلا كاكراه من اكبر الاكراهات اللي تخيل احنا مثلا عملنا يعود يعترض ياسر من المشاكل ومع ذلك بعد الحمد لله قدمنا 15 حلقه تابعوه الموريتانيين كاملين الحمد لله ناقشت جل اهتماماتهم وقضاياهم واعتقد ابونا قلنا شماسي عندك اصداء هو المسلسل ومدري شنو قاعد سبب التقارب بينه هو وشيف وقوس وجه التقارب لربما لانه ذاك العمل البطلين فيه شيف وقوس منافسون بطلين في هذا العمل ايضا بإضافة لنفس الاشخاص الاخرين يقر خطه هو كعمل يبتعد تماما عن خط شيف وقوس هذه دار الاحداث تجري دائما الا فيها عكس ذاك اللي دائما احداث اللي يشوف قص عكسه احداثه دائما خارجيه ايضا كما قلت لك ناقشنا قضايا اسريه بينما شفوا قص تعرضت لكل القضايا انا دار عمر مثلا عدلته نموذج للدار الموريتانيه اللي تخلق فيها تفاعلات وتخلق فيها المشاكل وتخلق فيها الرسائل الكامله اللي وصلته من خلال حلقات دار عمر ومن خلال زوج وزوجه قصدي عن امي ما تاخذ الدار نهائي وي بيلي دارها تسلط المرأة احنا عندنا يالطة المرأة احنا قاعد المرأة ما تتمدروكة يعني ان شاء الله متسلطة تتوقع رأي انها متسلطة بالتأكيد يا وراني سامي وراني هو قالها عفوا عفوا واحنا حاول ان امي تتم في دارها رسالة من المرأة يالطة تقعد شوي تتسع في دارها ماني بعد انا ضد انها تمشي تشتغل ضد انها لا ضد انها تمشي تقري وتعدل ياكل وتعدل كام يقرر مول البيت يابطل وتعدل نفسه حال الحقيقة بيوتنا أكيد أكيد لها موازنته لأمهات وشاكع لأنه من خلال بعد متابعة أحد وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات الناس وأيضا تعليقات المتخصصين والمهتمين عنه كعمل كان عمل ما نقدر نقول لك ناجح يقرر بعد كان عمل لقى اهتمام كبير الحمد لله حد شاف تعليقات حد شاف عدد المتابعات والمشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركات ايضا يعرف على انه كان عمل ولا غرو وعمل فيه جميل هو 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 عمل فيه الشيف وقوس المعروفين في السلسله الشهيره اللي الموريتانية كامله تعرفها اوكي هذا يعطيه 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 قوه انه في ممثلين اقوياء وقدوا يرتجلوا مشاهد ويعدلوا مشاهد جدا جدا ابداعيه هذا من ناحيه منين الناحيه الفنيه المتعلقه بكتابه السيناريو كتابه الفكره اياك تعود انتم قلت لكم تنتجوا القناه راشده كي قناه المرابطون بالتالي وعدلتوا تجربه دار عمر تجربه اسريه للاسره الموريتانيه تجربه تدرسها وتعطيها الدروس وتعطيها العبر منين هي هذه الاكراهات النص اكراهات السيناريو هل كان سيناريو فعلا مكتوب يحترم ادبيات سيناريو من بعد السيناريو اللي تكتب في المسرح في السينما في الدراما قلت عن ياك نعود امين معاكم عن ما استطعنا الى ذلك سبيا عدلنا ذلك دار عمر قيض لها الله تبارك وتعالى عنها بالفعل الطاقم كان المشرف عليها كان طاقم محترف اولا يعني خرصوا الجهه اللي تولت التنفيذ انتاجيا شركه زين شركه رائده في المجال والقيمين عليها الشباب قد عودوا قاعد باعرافهم الناس اللي عندهم مشاكل مع الاعراف البطاطا يا غير بعد اعرافهم وبطاطيهم احنا ما يعنينا قدر ما يعنينا للي عدل قطعا من اللي عدل ظلم قطعا من اللي عدلوا عمل محترم فنيا ما يقد حد يرجع له من ناحيه السيناريو اللي تكلمت عنه احنا بالفعل ساق ندخلوا نبدأ تجربتنا مع قناه المرابطون ندرك جيدا ان نتعامل مع قناه الراشده وذلك يقتضي منا كما قلت لك عن السيناريو اللي نعدل عود واضحه اموره ما فهم حلقه شاهدها اي متابع ولا اي انسان ما هي واضح تسلسلها واضح مفاصلها بمعنى انك تشاهد مشهدا استهلاليا يوضح لك التذلل اللي يتناقش شنو وراء ذلك تجبر مشهد اخر هو مشهد العقده زراعتها يتم فهم المشكله وتجد ايضا مشهدا ثالثا هو الحل نعرفه احنا اللي كنا واحدين فيه شنو هاو التمصلات الثلاثه في كل حلقه من حلقات دار عمر كانت موجوده ايضا انا ما اشتغلت عليها انا ككاتب وحدي لاني منين عدلت مثلا نماذج سيناريو
مبدئي للحلقات، شفتهم لإدارة قناة المرابطون واشتغل معي حد من الضباط الناس اللي فيها جزاه الله خيرا، وأعطى ملاحظات مولي، وأعدت أنا كتابة السيناريو من جديد أخذا بعين الاعتبار ذيك الملاحظات التي أبدتها القناة وأبداها يعني الشخص الذي كان معي متابعة الملف معي، إلى أن اتفقنا على الخطوط العامة للعمل وعلى السيناريو كما هو، وبالتالي قادنا لك لأن عدنا عمل إن شاء الله ما يعود يكون عمل راب المكان. جميل جميل جدا. لا تحاول شرط معمر هو عمار أبو ناس بتلعيد لنا وفي المسلسل رد علينا شو الكواليس الطريفة اللي مرت بيكم في تصوير المسلسل. بينها كواليس، كواليس دار عمر، كواليس شف قوس اللي كان يعدل ما. كان يعدل عمار ما عندي بعد فرق بيناتهم. انتو يا غالي عرنا تبارك الله اشتغلنا فيها انتو اللي اول مرة كما قال زميل مع قناتي احترنا مش بذلنا مجهود كبير ياك ينجح العمل بين الطرفين. انتوا راجعين لان نقرا انا تاع عمر ونقول له يحدثكم وما يبان ما نرى. شوف عمر، عمر شوف عمر ذيك الرسميات انا ما نلقيها احنا برك ما عندنا في دار عمر ما فهمت احنا في استديو انا بعد اكيد شوف انا بعد شفت انا كمشاهد شفت دار عمر كان عمر كان اكثر هدوء اكثر رصانه ومش الرسائل بقوه وكان هناك ذاك القالب اللي دائما عودنا عمر عليه ذيك البسمه دائما يرسل لنا ما نعرف الفرق كانوا من باب الفرق هذا اكيد من باب الفرق كان عمر حدثهم عن 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 مثلا لا من ذاك اللي يخلق وقت طعام فوزكم اكيد من ترك كانوا فيكم كانوا وكل يكم كان مثلا لقمتوا معلومه يكم كان اكيد وقت فوزكم ها بنا كان يضيع والله ما كان يضيعون كان في المواصل تبارك الله من دائما يجوني وقت فوز لقبوها نقاش ما في عمر مع 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 الوكيل كان ضيف جعفر كان انا حسب تسريبات جبرتهم ان عمر ما كان وكيل لا 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 اصلا يقولون ان شاء الله ما هم لا لا واحد ولا في واحد طيب نرجع لك بنا شوي ساق ونتقل الشهر انتقلوا الشهر ضيفنا عمر الحمادي على مستوى الناس حدثني عن الاستهلال والعقده والحنف وهذه هي اهم مبادئ كتابه السيناريو ايا كان يسوى في السينما يسوى في المسرح ويسوى في الدراما لكن مثلا دار اعمر بالنسبه انا كمشاهد نعتبر اعمر هو 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 بطل المسلسل لانه هو المرشد هو اللي يوجه هو اللي يستقبل الصدمات اللي ترجع لاب الاسره وذيك باطل المواجهات اللي تخلق بينه هو والمراه وشيء كيفته كان عندي اعمار اكثر رزانه منه هو في مسلسل اخر شوف بوس مثلا والله يوميات اسره والله ما ادري اقصد اي عمل اخر بعد اعمار مبدئيا استطاع انه ينجح في شخصيه البطل اعمار من المنطلق هي بالتاكيد هو تمايز هو شخصيته تتميز في ذيك السلسله هاي السلسله الاخرى بالنسبة لي انه هو فما يعود شخصية رزينة بالتأكيد هو رب أسرة هون ما هو كيف وكم اللي هما كشخصيات اقتضى منهم الدور انهم دائما بنضيات دائما مثلا يعدلوا مسلكيات ما يصالح وهون هو رب أسرة مع انه مثال الملتانيين كان وبالتالي كانت هيك مسحة الرزانة ضروري تعود موجودة عنده في العمل صح اكيد راح نشوف حلقة مناسبة العيد من دار عمر لين بثوها للمشاهدين الكرام ان شاء الله ضمن هذه الحلقة من استديو العيد أمامة طبعا درتوا حلقة مميزة من دار عمران أكيد إن شاء الله تعالى ننتقلوا شارك المنشد عمار الحمادي قلت لنا أنك أنت منشد سابق ذاك إيش طار راهرة منشد سابق ماشي لا أولا أشكركم على الاستضافة وأقول للمشاهدين كاملين ولكم أنتم مبارك العيد وسمعكم دائما عمر تعب رمضان عاد رمضان تعب من قلبي جبرت مصادر قالوا انه فتره رمضان مصادرك ياسر طبعا صحافه مصادر ياسر المشهد السابق كانوا نقولوا في الكواليس وفعلا ماشي للمشي الزين المشهد السابق
لان فهم عده امور وذكرونا قبل قبل شوف الكراهات ذيك الامور اللي تعود دائما تعترضك دائما في النوع الامور شفت هو الفن في العالم مو حكر على حد الناس كامله تمارس الفن غير الفن في موريتان بيدعو شبه صار الفن هون نقول لك يسوى مسرح ما يسوى يعني الغناء كامل في حد ذاته عنده 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 اكراهاته تعود تمارس ولا اما لا تفرغ لوقتك وتعود عندك ايش قالوا الاليات اللي تمارسوا فيها وخاصه اللي تعود عندك جانب اخر هو مجالك الحقيقي اللي تجد فيه ذاتك يعود الفن عندك هون اللي هوايه احيانا تمارس وقتك صعب مثلا الناس اللي ما تعرف عن عمر ان عمر منتج ان عمر مخرج ان عمر مصور اذا الناس ما تعرف عنه غير تعرف عمر المنشد كيف شو ممثل موليش ما ستجربة التمثيل؟ أنا بدايتي كانت طبعاً مسرح قاعة قديمة شفت لكم بروموهات وبعض الإعلانات ماني بتحدث عنها إياك ما تعود إعلان لإعلانها زين زين لكن ما يخسرش حصل لكن المجال والعاد ناترني عن مجال النشيد لأنه هو مجال العمل وهو أيضاً مجال قاعة اللي اشتغل فيه بدايتي هم مثلا مشروع جديد اشتغل عليه معي مجموعة من الأشخاص وقد لا نعطي مختلفات عنه مازال سري للغاية هو مشروع اني متوجه شرف فن قالوا فن الأطفال بصفة عامة عندنا فكرة إنشاء قناة أطفال خاصة بالأطفال يعني فيه أغانيهم برامجهم بصفة عامة ولحد الآن نبحثوا عن الأطفال اللي يعودوا مستعدين هم البداية وما بعد هذا يمشي ولا أنك توليت ما كنا وما بعد يمشي عمر عن النشيد برأيك لا أنا قد عود ماشي عن ماشي عنه غير ماشي شرجي خير لا نعدوها ما منشد فيه فن رقم الأطفال بسكرة ما عمر ما انت كان نقدم تم نقوله عمر منشد والله انت مو شو نقوله ذاك لقب قاع حتى مشيت انا على النشيد قلت له لا صدق انت مين يبراك حد واحد خلي واحد يقع ما يعرف اسمك اقول لك للمنشد منشد ها دائما يطلب منشد ها ذاك المنشد ايش حالك وبالحق ما فتحت ماشي عنه واركي غير بعد عمر قطر زاد انت في انتاج مسلسلات دراما خلال رمضان ربما ليس ما هي هذه نسخ ماضيه من درا كان 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 كانكم جبرتوا اكراهات في انتاجها زاد انتم في جوانبها الفنيه وتسويقها حتى خصوصا ان السوق بونا ما صراحه انا كانت لي تجربه جدا صراحة أنا تجربتي كانت اللعب على قناة المرابطون وكانت في مخيطرات وسابت تجربة أخرية قاعد بداية أول شيء بتمثل القناة أخوي سرهم ربما على ما أظن وسرهم كان ساعة تصوير مختار إبراهيم وكانت فكرة مشتركة يعني بين مجموعة فيها عبد الرحمن هاشم تعرف كان تم اقتراح ذوك الأشخاص اللي كانوا يلعبوا الأدوار فيها محمد الحوب واسم محمد البيلاهي وعزيز العدنان ذيك مجموعة يعني حيب الله الرابي مجموعة أخرى من الأشخاص وأيضا جعفر الغرفي هذه كانت كبداية فمن بعد ذاك اشتغلت مع القناة على مخاطرات وسنتين هذه السنة صار الناس اللي كنا نشتغل معاها ياسر منها واحدة منها مثلا كانوا متفرقين اسم محمد كان في لما أظن في الإمارات وعزيز كان شهر زويرات ناس أخرى كانت متفرقة إكراهات حياة هي وإكراهات عيش الظرف اللي تمر به اللي بتعود البلاد ركعت إياها من بياس من الأمور الناس متفرقة والناس كلها واحدة في جهة معينة واللي يمشي عنا قاس يعني أنا قبضت التزام وكنت فعلا لأن عدد الشيء ضاني غير مشكلة الالتزامات المكتب هو التزام في المادة قتوفة بي والوقت ضيق يعود سابق رمضان وانا قاعد قويد الكار 15 يوم أنا كنت سابق رمضان يعود أسبوع قد يعود لذلك يدخل عليك رمضان انت تشتغل لانك شغله في رمضان ما نقيها نختار الروايه في سابق رمضان وتنقل على شقارتها وترجع لها اذا الروايه تتشقر في رمضان تضطر انك تعدل الروايه والثانيه صوع الناس في رمضان ناس صايمه كل حد تلفن وهي جاي عدل وهي جاي عدل وناس يتسب لك الليل والليل دائما التصوير فيه ياس من الكراهات الضوء جميل واحيانا يعود الجو ما هو مسامح للتصوير هي الكراهات اللي تحدوا عنها درك انا كل يوم العيد مناسبه العيد يقدم لنا نشيد طبعا لا اكيد لابد ان يقدم لنا نشيد ما نقدمه نحن نقدمه الجمهور عمر اللي دائما يعيط له ويقول له المنشد ها يعود واحد ما يذكره اسمه حسب صادق حمدد طبعا ابونا استاذ ابونا الكراهات للممثلين عرفنا ياس من اجيال الممثلين المسرحيين والناس اللي شاركت في صناعه محتوى بصري على شكل فرجي قد يخرص قد الأسرة كاملة الموريتانية تشوف يا غير إكراهات الإنتاج ضعيفة إكراهات السوق ضعيفة شركات الاتصال ما تدعم
بما يكفي. من درى من درى هذا الوضع انتم كانكم متضررين منه كمنتجين لهذا الفن الدراما او المسرح حتى؟ بالتاكيد واحنا اول مشكل نعاني منه لا يوجد سوق انتاج. اولا لا يوجد سوق انتاج. نحن عندنا قناه حكم القناه الموريتانيه يشتروا جزاهم الله خيرا قاع يعيا و في اكثر من مناسبه يشتروا المنتج اللي نعدلوا. وجود للقنوات الحره الاخرى اضاف شوي زاد من قيمه السوق التنافسيه لغير مولي تم لا متواضع. لكن المشكل الاكبر العائق الكبير قدامنا احنا كمنتجين ومشتغلين في هذا المجال واصحاب تجارب هي دخلاء. بمعنى عن هو هذا المجال خسر باللي كل من هب ودب اليوم يبغى كاميرا ويسجل لقطات ويبثهم على يوتيوب. لا لا ما هو قاعد يوتيوب. هو مشكله عن القنوات حتى من الخاصه وقناه الرسم وقناه رسميه هم ساهموا في تمييع المجال في السنوات السابقه باش ساهموا فيه باش باللي كي قلت لك عاد لا اللي قام مصور يعني يشتري من عند النص يشتري من عند هو لا يبيع هو يشبيه باللي هو اولا ما هو ممثل اللي يكتب له ما هو كاتب واللي عنده عدل الاخراجيه ما هو مخرج واللي عنده ما هو ممثلين والفضاء اللي الاماكن التصوير صور فيها واللي تعبان مع انه انا انتظر منه عنه اللي لا باعه ب 200 فضاء 300 يعود لا رابح فيه يقر ذي الناس اللي لها 20 سنه يستقاد المجال وعندهم ممثلين مبدعين نجوم وعايشين من ومجالهم هو ما هم عايشين منه ذيك ما معناه انهم تدخلوا من الفضاء لا عايشين منه حبا بمعنى انهم امنوا برساله الفن بدوره بقدرته على تغيير المجتمع يعني من ذاك اللي فيه الى شيء اخر ومع عايشين ذاك اللي جمع للفوضى العادي من تصف المجال للانتاج اللي خسرت هي اللي خسرت المجال كانوا قلت لك ساهمت فيها ما هي لا التلفزيون المطلوب قدام هذه الوضعيه قدام هذه الوضعيه اللي فعلا تشرحتها وعرضت لها المفروض اولا بعد كاع عن الدوله اللي المطلوب المطلوب الدوله باختصار الدوله اللي هي المعنيه بالقطاع تحاول تنظيمه مؤسسات الانتاج تطرح لها ضوابط ما يعد الا كي قلت لك لا اللي قام يعدل مؤسسه الانتاج تنطرح مولي ضوابط ما هو لا اللي قام يعود ممثل ويشتري من عنده ما هو لا اللي قام مولي يعود مخرج ومجال مخرج لا تنطرحوا ضوابط وتخرصوا بناء عليك الضوابط يتم التعامل مع الناس من قدم شيئا ثمينا ومقدمة غثة تنقالوا مولي مقدمة شيئا وذا الحقيقة المجال على التعبان هي لا الخلق وتولي لا القام لا القام يقعد يمضي ياخذ اليوم في سلسله تعبانه وهو تعبنا يقعد ويصبح يقابل الفنان الكبير المبدع والالهام ويكتب هو عمر 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 من ترى الراي عندك كان قاسي حتى والله 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 موضوع يكتب في الطاقه بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي القلبون واقعي وموجود وهو الحقيقه والحقيقه هي غير الاشكاليه يعني نحن اصلا مجتمع نبقوا النقد يقل ما نتقبلوا اي اشكاليه شو نحن ننقدوا علاش من دول في زرورتنا نقد النقد 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 ونحن روسنا ما نتكلموا عنه ولذلك دائما اللي حسسنا رقاش طرق نتربى ونحن اللي ما نرى قاع سبحان الله من ربنا على اليسر لكن اللي تجبر رقاش راك ينصحك عن واحد بس يقول لك حد تم ترد مع رقاش في الحديث العادي تقول له يا اخو استغفر يقول لك شفتني نقصي مليان هذا ما عنده معنى انت ما انا قال لك استغفر انك نقصي مليان ولا ما انا لا وجهك رقاش وقال لك تروال طريق معدل خاسره يعطيك تعدل هو طبيعي ذا المجال حد فيه يعطي فكره بونا هذا واحدين خلينا معاه اجيال سبقونا احنا في مجالات معينه وقعد ياسر المراجعات المتاحه درك وهي اللي خلات ياسر يدير فوضى فعلا تنطلس ما كانت متاحه ساعه ياسر الكاميرات ما كان الناس ما كانت فاهمه التصوير كاع علاش كنا متخلفين حتى عن المساله يعني فتحت الابواب وعاد الناس تخلي الانترنت في ياسر الامور عاد تركت وانت الغريب في الامر انك تجبر واحد تعود طفل تعرفه كاع راه في الكارتيه تجبر مره لافت كاميرا يعني تشوف يصور الطريقه اللي صور بها تقول له اذا بلان يا تعود كذا شو يقول لك خويا انا نعرفه معناك تسرحوا لي اي فهمتني ايه اذا نعرفه معك تسرحوا لي وهو قمه الجهل عنك ما يقبل النصح ما يقبل قمه الجهل عنك انت ما يقبل يستغل تعود ما تقبل النصيحه والله تعود اخطائك تصر عليها لانك تتوف تشبع سبع مرات لا ينتقلوا ماما ما بعرف لا ينتقلوا الشهر شهر حلقه العيد حلقه العيد من مسلسل دار عمر ولا نشوفوها وهذه المشاهدين الكرام وعقبها لان عرضوا سؤال لعمر راجع انا ان شاء الله تنال اعجاب هي لا بد يرد علينا تستلمي عمر يبان ما بعد ما غات حد يفرفر شوي بعد ما غات فرفر ونعود ونستلم عمر حمد
أنت لا فاضة فاضتها فاضتها شنو معناه إحنا قدرت العيد وصبح تقولي فاضة فاضتهاش فاضت العيد شنو أنا عندي فتطيتولي شو خلاص أنا ما فطيتني شريت كان شاك عنك عطني شي شو هداك أنت بعد قاعد ما فات لبس أسمع وهلقانا ما فات لبسه وتقلت شنو فت لبسته سمعت وصاحبتي دلت علي عن عند التجارة ولا قدالي نصك ونعي أسمعتني ونصيتني أدخل الحمام ونسبق راسي والحنة اسمع الحنة على قاع ما يسول عنه وصل حل وليه نتحنى ما يعني تدير شي عند راسه لا حول ولا قوة أنا ملي يا حمار أنا ملي لا بد من السنة سكعت من تلك عندي نكون من كوتوزي كي إحنا كاملين من كوتوزي السنة عندي كون صارت من حط عندي كوتوزي كوتوزي هاتي تقربت نعمار عمار حين السنة من كوتوزي الفوم من عندي كون صارت حط من الدنيا حلا هي لازم سنة ماضين كي كونسرتاتنا عندي قبل سنة سكعت ميل سكعت ميل سنة هذا أنا كل ليتني لا سنة هذا سنة كل ليتني لا أنا كل ما يعطيني فاس الباس مش الراس مش الباس إيه أنا ما أشوف حد الباس بدنا ورت نعرف لا أنا كاي لا رجعنا لكم مشاهدي قناة المرابطون وفي حلقتنا اليوم الجزء الثاني من حلقتنا اليوم من وهذه بعد الفقرة من حلقتنا اليوم من استوديو العيد أمامة تابعنا حلقة العيد من دار عمر ولا يتكلمنا عنها عمر ملي عنده مواهب أخرى ما عرفتنا اكتشفناهم يعني قبضوها لين قبضوها نمشي نحرق شوي المشاهدين مثلا هاي الحلقة أبونا بارك اللي شفته دار العيد من حلقة العيد شنو هي أهم فكرة دور تبرزوها للمشاهد ما هو إنه يا رسالة اللي ظهر لك إنك وصلت من خلال يقبل فكرة إيجابية شتو العيد مناسبة للفرح وإحنا العكس تحول عندنا صار مناسبة العكس مشاكل وما هو اللي هو العيد تسامح للفرح للتمان وكتلة وحنا قبله قاعد بالمشاكل اللي ما أكبر من قد هو حد عنده باشي قد يذبح يذبح حد عنده باش قد يلبس الباس زين يقع مدة كان صيام عبادة وفطرة للماء خلق احنا نكبر الحقيقة عن قدوم التكبار اللي يسبب الناس المشاكل بين لا قدر الله يخلقوا خلقياس مدري مش ما مصيوب عنه والعيد عكس احنا رسالة حاولنا على ان نفهموا الناس عن العيد انه يتعامل مع حد علمه مناسبة دينية قطع عنها مطلوب فيها الفرح مطلوب فيها التمالك مطلوب فيها عن الرجاج يرفع عن نفسه يقال ما مطلوب فيهم واللي عن المرأة تضغط على الرجل وتحمله ما لا طلب لا تكلف هاي رسالة للسيدات يلا 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 يفهموها صحيح والرجال ترى يا عمر كان المشكلة اللي أطرته تقولي لما شيء قاعد تيك بس قلت ياسر في الحيطة لكن هذا كنت مرين دفاشر كيف شو يجيبوا مرين دفاشر دفاش من جيب وبحرت بحرت أنا قاعد من نصي تحب فيدينا فراشة كنت أعلم الدالين فراشة هذه فعلا بعض الصور الحية والنماذج الحية للأسف مجتمعنا اللي يحاول يضغط على الرجل باعتباره مثلا كل شيء الله يوفقه وفي الحدود العليا واللي ما هو المتاح وهذا يطلب السيدات تقولوا للسيدات لباطل الأمانة عمر احنا نعرفون انك شاعر نعرفون انك دورت من الإخباري بزراق البلاوي شعر دا عندي قصيدة هو المحضرة الشاطئ عندما نطيها الشاطئ والله الله يسمعها النوت صرت أمي ما خبطا عكسا عليكم ولا جوليتكم شططا ولكن مشكلات الدين تجعلني أنسى طريقكم أمر منصرطا لكن البوتيب الذي في قرن صدرتكم يسالن الدين والجيبان قد كرطا هد نسيتي سرورا شمي والدكم أم لا خنافرهم يشميهم فرطا ملا رجل رسول الله هذه قصة أخرى ربنا من بطولات دراد اللي قرأت ايش قلت انت اللغنة موجه
والله الشعر كان قطع. هاي قصيدة. هاي قصيدة. هاي قصيدة. من ليأخذ زحمة. دخل القصيدة قلت من الحلقات اللي قصيدة زينة عن الوطن. الوطن. حب الوطن. شوطة ومجدي. شوطة ومجدي علي طهيل له الحقيقة دون أنا. قولا صحيحا لك الفضل بإضاءته من أتى وانزل تحرك منه الضمير وهي وقال بصوت براه الظن أجابها حكمكم إذا مرة أخرى في شعر شكرا شكرا للمبدع عمر لا يتحرشنكم عمر عمر نشيد المحضر النشو نشيد محضركم شنو اقرب نشيد لقلب عمر؟ خليني انا عندي موال مديح يعني والله بجيبك كما قال لك كيف قال لك؟ انا عندي موال مديح انت الحبيب وكلنا لك نعشق أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق الشمس تأخذ من جبينك ضوها يا من محاسنه كبدر يشرق والعشق فني والصبابة مذهبي لا خير في من لا يحب ويعشق عليه الصلاة والسلام الله شكرا الله. عمر على هذا الموال الرائع عمر هون سؤال في إطار هذا الموال أنت يعرف عمر أنا سمعت الموال المقام قمة المقام والجواب القرار جواب القرار والجواب أنت عمر تتخصص في معرفة هذه المقامات خصوصا إنه إن شاء الله يتنقل بتلوين بين 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 مقام ومقام حرام يا أخي عمر يمشي مشيد بجمال هذا الصوت سبقوني واحدين صوتهم زينة وعقب لا تقاعدوا مش هذا النوع هو لا مرحلة معينة تقعد تمر بيها هو التخصص ما هو موجود ولا تقدر تعدله باللي البيئة ما تسمح والأرض ما تسمح والظروف الاجتماعية أيضا ما تسمح حتى الظروف قاعد تقول المناخية ما تسمح التحدي ما خالي التحدي خالي أنا صباح من التحدي لأن ياسر من الأمور في حياة تركتها حققت لها بشين قالوا التحدي الإسراء وصل من الناس اللي لين ندير رواية في راسي نعدلها غير مالي من الناس اللي عدلشين قالوا ترتيب الأولويات خالك شيء عود مهم وخالك شيء قد تخليه لين بعدين تصيب له فهمتني خالك شيء مالي قد يخسر عليك ياسر من الوقت لذلك ما يخص السؤال اللي طرحت حول مسألة المقامات أنا من الناس اللي مهتم بالنشيد يقعد من سابق قاعد نشيد على خشبة والله نظهر على دائما في يعني في المسارح والأمور وكنت أصلا صنت المنشدين وكنت المقامات دا نبقي نعرف عنهم شيء وكنت دائما شيء كامل له علاقة بالمقامات ملخص برامج التجويد والأمور نخرصها دائما أصلا يأخذوا قنوات عيوب جزائرية بالذات هو يشوف يشوف بالاخص صايرين جات الانترنت وعاد فهم اليوتيوب عاد هم واحدين يطرحوا دروس المقامات لذلك المقامات انت تعود تحفظهم وتعرفهم كاملين انت شنو اكثر مقامات اداء فيه؟ انا من اروع شنو المقام الاروع عند عمر يحس فيه براحه الاداء براحته انا عندي 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 مقامين واحد مقام الرصد اللي هو مقام الطرب راود غني فيه منام دندني يا بلادي انت ارض رجالي ما خارك حد ان شاء الله يعود ما يكون يعرف الثاني وفيه مثل عده تناشيد اخرين ما استحضرت نظرك وهذا مقام قالوا الرصد مقام طرب صرير ومقام جميل ويقرا في ياس من القراء ومقام ربما يعود ثلاث مقام مقام حجاز مقام قالوا مقام الحجاز ومقام الصبا مقام الصبا هو مقام الحزن جميل لذلك دائما للمرثيات وال... شكرا جزيلا لك عمر الحمادي شكرا لك عمر الحمادي والجمهور بعد راهم ما وافق على انت مين قال عمر الحمادي مرشد سابق ما يظهر لكم انا قاعد معي طبعا انا اليد بالجن ما في سابق وزير سابق ممكن مدير سابق بالسياسه لكن ما يظهر الفن ما في كاتب تم لا قالوا كاتب والمخرج تم لا مخرج وما سابق قال يعمل خلاص ساعد والصحفي تم لا صحفي هو هذا ما في صحفي سابق في عقيد سابق في سياسي سابق في وزير سابق كما قال لكم استاذ بونا هندبل السائل
اكيد اكيد فهم مواقف طريفه اعمق شنهي طبعا. لا تقول لي قصيده الله انت انا انك شاعر والشاعر معناك عاطي فيه الحضره الحد. لا تقول لي موقف طريف حصل لك انت تذكره في رمضان وموقف قديم مالي قال لحد منكم واحد من الماضين قال صمته وشربته فيه والله شيء شربته في النهار روقته ريده وشربته ها؟ الصعب اللي قال طريته فيها رمضان هل؟ ها؟ قال انه غدا صابره كرعيه ثلاثه ولا كرعيه لا اثنين وقالب من اعتن عليك. بالتالي كانت انا بعد جاء اكتشفت فيها الروايه ما اكتشفت فيها الناس. انا كلمتك فيها هو الرابع لابته في قاشوش معناه انه بعد جاء عنده هتكاعي الرابع لابته في قاشوش. عمار موهبتك الماهي التمثيل موهبتك في الشعر وبدع فيه سمعنا شيء من انتاجك. والله انا قلت قصيده زينه عايده قلت لهم صرت امي ما خبطا عكسا عليكم ولا جوليتكم شططا ولكن مشكلات الدين تجعلني انسى طريقكم امر منصرطا ياك البتي يقول لي في قرن سطرتكم يسالن الدين والجيبان قد كرطا هب نسيت سرور الشم والدكم ام لا خلا في له من الشم فهم فرطا. رائع فعلا. بونا بتاعتك موقف قديم زادت معاه شهر الصيام لا كيف الناس رمضان الاول صاموا بونا كان لا كيف الناس واهم موقف جبره في رمضان والله كواليس زاد عمل رمضان اللي ما ردها لنا عمار قلت تقعد في كواليس قاعد عمل رمضان ايه كواليس بالنسبه لكواليس العمل فاجئني عن الناس اللي اكبر وزن كانت وكل منها الناس اللي اقل وزنا اوكي عمر موقف عجالة لان الوقت بدا عجالة نتذكر موقف قاعد مال في بعض رمضان الماضي جميل عندي بيت معي الناس انت لا توعي السحور بالحنيش في حنيش اخر الوقت تاخر السحر الوقت وعى ومصر انه يتعشى بالعيش ما اعرف السبب شنو ثلاث ما العيش تم خلطون لا ما اقول بارك الوقت يقول ما يعني خلطين ايش كينو قاعد قال الله اكبر الله اكبر قد قامت الصلاه وقد قامت قال كفو مو سوي قلت مو سوي شو تحكي عن السيد انا اقول ما صح خلط كامل جاب اللي بس صح ما عندك موقف والله ما الغريب انه هو يبغى تجهز كامل تخاف انت عندك موقف طبعا ايه تقول لا لا ليس ما يسبك انت ما سبكته لا العيد تقولي انه موقف قط خلقي لك وما ما ليه تقول انه موقف قط خلق لك في رمضان رمضان قادم والله ما حاجه في موقف اللي عن المشاهدين اوكي وما راي عنده موقف انا بعد قرات فيه تو عموما شكرا لك انت قلت انك عندك موقف في رمضان قبل ما قراتيه في استديو العيد لا قلت اني ماني مستذكره مواقف تو قبال استحق حاسس انها جاهده عن عندي احساس عموما ذاك الدور دور عقبو ما اعرفوش شكرا ضيوفنا الكرام امامه الله الا شاكرينكم كاملين اتمنى لكم عيد سعيد وشاكرتك انت على التقديم انا معك انا كمان ضيف لا بما انك وجهت لي السؤال لين خلاص خلاص شكرا عموما عيد سعيد علينا وعليكم المقدم لكم خالد واحد من رمضان قديم خلط فيه ونعتني عطشان وسحت فمي وياك يا ظهر نعم وقفت وتوه بباط الحريف هذيك اللي تعرف اللي ما لنا قايلين هذا قدام الناس عموما فقرات استديو العيد متواصله شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام بونو المويدة عمر المرشد عمر الحمادي شكرا للعمل راهو طلب ناس من الطلبات غير لهنا تفضلوا عنهم وياك نتجاوز الشهره الفقرات الثانيه من استديو العيد ان شاء الله نتجاوز